مرحب بكم مشاهدينا في برنامج الصحة أولاً من فرانس 24. في حلقة اليوم نستضيف دكتور مايكل نعمة لفتح الملف التالي: طنين الأذن، كيف نتخلص منه. في هذه الحلقة تشاهدون أيضاً روبورتاجاً عن دراسة طبية حديثة تشير إلى أن تناول النساء للمسكنات بانتظام يزيد احتمال إصابتهن بطنين الأذن. ومن ثم سيجيب دكتور مايكل نعمة عن أسئلتكم التي طرحت عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج. أرحب بك دكتور مايكل نعمة، تحياتي لك من باريس إلى دبي، وشكرا لك على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية من فرانس 24. في البداية، هل من الممكن التعريف بمشكلة طنين الأذن، وهل هناك أنواع مختلفة من الطنين؟ تفضل. Thank you على الاستضافة. أول شيء الطن بقلب الأذن، بس لنعرف أنه هو عارض منه مرض، ببرهن ايام عن امراض ثانيه بقلب الاذن او بالراس او بالجسم لازم ننبش عليها، وبحالات كثير قليله وقت نتاكد انه ما في امراض ثانيه فينا نعالجه كانه مرض، بس لازم نعرف انه هو عارض بالاساس منه مرض. سيمتوم. وهل هناك انواع من الطنين؟ اكيد اكيد في نوعين نحن بنقسمهم ميديكالمون، لانه الامراض اللي بتنتج عنهم كثير بتفرق. الطن الصوت المتواصل بقلب الاذن، او الطن من نوع النبض، في يكون مترافق مع النبض تبع القلب او لا. هدول هن النوعين بالعدل بنفرقهم عن بعضهم، بحالات قليله بيجوا مع بعضهم. دونك هدول هن انواع الطن تبع الدينه. شكرا دكتور. هو صوت منه موجود، يعني بالتعريف هو صوت ما بيسمع، يعني ما بيسمع اللي قاعد حد الشخص، بس الشخص بيكون عم يسمع. شكرا لك دكتور مايكل نعمة على هذه المقدمة. ننتقل الآن إلى هذه الدراسة الطبية الحديثة التي جرت على مدى 20 عاما، والتي أشار فيها الباحثون إلى أن تناول النساء لمسكنات الألم مرتين أو أكثر في الأسبوع يزيد من خطر إصابتهن بطنين الأذن بنسبة 20%. كل التفاصيل في هذا التقرير، تعالوا نشاهد. سماع أصوات رنين أو ضوضاء لا وجود لها في الحقيقة هو ما يعرف بطنين الأذن، الذي يعاني منه ملايين الأشخاص عبر العالم. وقد ذهبت دراسة حديثة إلى أن أحد أسبابه خاصة عند النساء هو الاستخدام المفرط أو المنتظم للمسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية. وتقول صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية إن الدراسة أجريت على مدى 20 عاما، شاركت فيها ما لا يقل عن 70,000 امرأة تحت إشراف باحثين في مستشفى بريغهام في بوسطن الأمريكية. وخلص الباحثون إلى أن تناول النساء لمسكنة الألم مرتين أو أكثر في الأسبوع يزيد من خطر إصابتهن بطنين الأذن بنسبة 20%. وحذرت الدراسة من أن الإفراط في استخدام الأدوية التي تبدو آمنة والتي يسهل الوصول إليها قد تكون له آثار سلبية في المستقبل، مشددة على ضرورة تناول الأدوية بحرص شديد. كما يشير الباحثون إلى أنواع أدوية أخرى قد يكون لها نفس الأثر على السمع وصحة الأذن في حال الاستخدام الذاتي دون مراقبة طبية، كالعقاقير المضادة للالتهابات. إذن الدكتور نعمة، رأينا في هذه الدراسة أن المسكنات من الممكن أن تكون سبباً في الإصابة بطنين الأذن لدى السيدات. يا ترى هل هذا صحيح، وما هي الأسباب الأخرى؟ تفضل. نعم، مش بس عند السيدات، كمان عند الرجال. في دراسة تانية أجريت عند الرجال، الدوزاج كتير مهم، والوقت اللي عم ياخده فيه المريض كتير مهم. مشان هيك لازم نتأيد بالوصفة الطبية، بس يكون في وجع، ألم بالمفاصل اتسترا. دونك لازم ينعطى خلال وقت معين، دوزاج معين، ما بيأثر على السمع. بس وانس اجان إذا تاخد على فترة طويلة ودوزاج عالي أكيد بيأثر على السمع واحد، وفي أدى لمشاكل طن بقلب الدينة عند النساء وعند الرجال، خصوصا فوق عمر 55 سنة. ما هي الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الشعور بطنين في الأذنين؟ في كتير عوامل بتؤدي لشعور بالطنين، منهم أدوية تانية كتيرة، من أنتيبيوتيك
أجان دو شيميوثيرابي. إذن العلاج الكيميائي والمضادات الحيوية مظبوط، بس إنه وجرعة أنواع المسكنات. نعم، مظبوط نعرفهم من قبل، أصوات كتير عالية، غير هيك أمراض تبع الأذن، أمراض بالرأس، زيادة الضغط على الرأس، في كتير أسباب ومسببات لمشاكل الطنة بقلب الأذن. ما هي الأعراض التي يشعر بها الشخص المصاب بطنين الأذن دكتور نعمي؟ وهل تصيب عادة أذن واحدة أم الاثنتين معاً؟ هو برجع بكرر، هو عارض، الطنة هي عارض، وأيام بتفرجينا عن مشاكل تانية بالسمع أو بالرأس لازم ننبش عليهم، هذا شيء كتير مهم. وفي بحالات قليلة يكون بس مانيفستاسيون وحيدة، يعني جاي لحاله ومنعالجه بطريقة لحاله. أغلب الوقت بأكثر من 50% الطنة بتجي بدينة واحدة، ب 35% تقريبا من الحالات بالدينتين. وفي شيء كتير مهم، في 10% من المرضى ما بيعملوا لوكاليزاسيون، يعني ما بيعرفوا الصوت وين جاي بأي دينة. ما هي مضاعفات الإصابة بطنين الأذن دكتور نعمة؟ وهل تؤثر هذه الإصابة عادة على جودة الحياة؟ ما في مضاعفات للطن بالعادة، بس فضلت قلتيه كتير مهم، كتير بتأثر على الكاليتي دي، على الجودة تبع الحياة، بتؤدي أيام لديبريسيون يعني لاكتئاب، اكتئاب. نعم، وبتؤدي أيام لمشاكل أرق، مشاكل بالنوم. وكتير مهم نقدر نشخص المريض اللي عنده إياهم، لأنه بنفوت بدوامة بسيرك فيسيو لازم نقدر نقطعه، يعني هدول بيزيدوا الطنة والطنة بتزيدهم بذات الوقت، لازم نقدر نوقفهم اتنيناتهم لنقدر نعالج المريض. وكيف يجري التشخيص؟ بما أنك تحدثت أكثر من مرة عن التشخيص، هل هو سهل؟ لا صراحة تشخيص للشخص المتخصص بيعرف الشغلة كتير هين، بس لازم ينفحص بطريقة جدا دقيقة المريض، ينفحصوا الأذن، ينفحص الرأس، ينفحص ضغط الرأس بحالات محددة، ينفحص الرقبة، ينفحص الفك، ونعمل تحاليل إضافية، تخطيط السمع اللي هو إجباري يتساوى بكل مريض عنده طنة بقلب الأذن، وفحوصات تكميلية في حال لقى الطبيب إنه مثل سكان أو رنين مغناطيسي، في حال لقى الطبيب إنه في داعي لنشخص غير أمراض. نسمع كثيراً أنه يجب التعايش مع هذه المشكلة، فهل من وقاية ما؟ وما هي العلاجات الجديدة لحل هذه المشكلة الصحية؟ نتعايش الترم كتير، يعني كتير صعب حتى على المريض، لأنه في علاجات إذا ما بنقدر، لأكون كتير صريح، إذا ما بنقدر نوقف الطن تبع الأذن، عنا الوسائل لأتليست نخففها بطريقة كتير كتير كتير، لتصير بأغلب الأوقات أكثر من 80% من الحالات تقريبا مش مسموعة أو مسموعة بطريقة كتير خفيفة. الوقاية أهم شيء، والوقاية بتكون مثل ما قلنا بتجنب الأدوية، بتجنب التعرض للأصوات العالية، لأنه هو الفاكتور الأبرز بظهور الطن تبع الأذن وبالتعب تبع السمع. وإذا في حالات مرضية بالسمع أو تيومرز بقلب الدينة أو ضغط ماي راس زيادة لازم نعالجهم، بيتحسن المريض. إذن علاج السبب هو الذي سيعالج العرض، هذا ما نفهمه منك. هل تستعملون سماعات معينة عند بعض المرضى؟ نعم، بنشوف عند المريض أول شيء اللي تفضلت، أول شيء الكاليتات في، يعني جودة جودة الحياة الحياة. كتير مهمة، والاكتئاب والحالة النفسية تبعه هيدا جزء كتير مهم لنعالج المريض، بنركز كتير عليه، وبنركز بالميل الثاني على السمع. هو إكليب، هو توازن، كل ما نعلي السمع إذا عنده خسارة للسمع، وكل ما نقلل من التأثير تبع الحالة النفسية على الطنة، كل ما المريض نقدر نعالجه بطريقة أحسن. السماعات بيمشوا إذا المريض عنده قلة سمع أكيد، أو فينا نوصل لنحط زرع كوكع إذا المريض عنده سمع مش ماشي والطنة كتير عالية، وفينا نعمل علاج بالصوت،
كتير جدا مهم عند الحالات اللي بيكون طن كتير عالي والمريض كتير مزعوج. فينا نعمل علاج بالصوت، بس أهم شيء مش بطريقة الماسكينج، يعني مش نخبي الصوت، مش هيدي الطريقة المضبوطة بالعلاج، لأنه بس نوقف الصوت، إذا عم نخبي، إذا بس عم نعمل ماسكينج، سيعود بيرجع التنمر. يظهر الصوت وبيظهر بطريقة أيام أقوى. وفي طريقة جدا معينة لهذا العلاج، وبنعمل كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي إذا بحاجة نحن. العلاج السلوكي. شكرا لك دكتور مايكل نعمة. ننتقل الآن إلى أسئلة مشاهدينا الذين كتبوا إلينا على صفحة الصحة أولا على الفيسبوك. وسيم من الكويت يسألك: لدي طنين في الأذنين يكون أقوى في الجهة اليسرى، فهل من الممكن أن يكون السبب تشنج في الرقبة أو ما بين الكتفين؟ عندنا فرق بالسمع أو فرق بالطن بين الدينة، مش هيك عم نقول للأخصائي كتير مهم. لازم أول شيء نفكر فيه مثل حدوث ورم على العصب تبع الدينة، لازم نساوي الـ MRI، الصورة المغناطيسية، رنين المغناطيسي. وهذا الشيء خصوصا إذا تخطيط السمع بين فرق بالسمع بين الدينتين، في احتمال بس يكون دغري حادث الطن تبع الدينة، في احتمال يكون جاي من أوجاع بالفك أو التهاب بالمفاصل تبع الرقبة، بتصير كتير بحالات، مشان هيك لازم نعالجهم إذا موجودين. بس وقت يكون في فرق أو عدينا وحدة طنة، لازم نسوي فحوصات أكثر لنتأكد إنه ما في ورم على العصب تبع الدينة. شكرا. عمر من سوريا يسألك: أحيانا أصاب بطنين مزعج في الأذن، فهل لذلك علاقة بارتفاع ضغط الدم؟ ولكم الشكر. نعم، ارتفاع ضغط الدم في يكون أول مانيفستاسيون له، أول عارض هو الطنة. بيجي المريض ما عنده ولا شيء، أيام بيوجع رأسه، بس في يكون بس عنده طنة، وأغلب الوقت بتكون نبضات القلب بقلب الدين. مشان هيك لازم نفرق بين الطنة اللي هي نبضات أو الطنة الصوت الكونتينيوس. وبس يجي المريض أول شيء بنعمله بنقيس له ضغط الدم لنتأكد كيف ضغط الدم. بس إذا الحالة صار لوقت، في كتير احتمال قليل أنه تكون ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم. شكرا لك دكتور مايكل نعمة على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مشاهدينا. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا لمتابعتكم حلقة اليوم ولتفاعلكم الدائم مع برنامجنا. تستطيعون التواصل معنا دائما من خلال الكتابة إلينا بأسئلتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة أولا، أو على حسابي على الإنستغرام. نعود إليكم مع حلقة جديدة. دمتم بصحة جيدة. إلى اللقاء.